ساعات بلوتوفيل السنة الخامسة على التوالي كتحتل المراتب الأولى على الصعيد الوطني ومراتب جد مشرفة على الصعيد القاري وعلى الصعيد العربي وعلى الصعيد العالمي. بالنسبة لهذا الترتيب ديال 2023 كان كيخص واحد المجالات متعلقة أساساً بالبحث العلمي وبالابتكار، فجامعة بنو طفيل على غير مجموعة من الجامعات المغربية دونك حتلت الرتبة الأولى وطنياً في ما كيخص هاد الأنشطة ديال هاد السنة في الترتيب الدولي الإنجليزي ديال تايمز هاير إدوكيشن. فيما كيخص الترتيبات الأخرى مثلاً فيما كيخص المعلومات أو العلوم الفيزيائية، كذلك جامعة بنو طفيل ثلاث سنوات متتالية تحتلوا المراتب الأولى، والسنة دي 22 حتلت المرتبة الأولى فيما كيخص الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر والعلوم الفيزيائية. وفيما كيخص ما يتعلق بالتنمية المستدامة حسب الشروط ديال الأمم المتحدة فيما كيخص 17 المكون ديالها، جامعة بنو طفيل سنة أربع سنوات متتالية وهي كتحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العربي وعلى الصعيد القاري. وفي سنة 2021 حتلت المرتبة التاسعة عالميا فيما كيخص المياه والتدبير ديالها، ومرتبة 25 عالميا فيما كيخص الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة. هذا الشيء عمل ديال كل مكونات الجامعة من مسؤولين وأساتذة وباحثين وإداريين وطلبة. عمل بدأ منذ سنوات، منذ أكثر من 6 إلى 7 سنوات، اللي كان فيه واحد أولا واحد إعادة الهيكلة وإعادة التنظيم ديال البحث العلمي حسب تصورات جديدة، ولكن حسب تصورات تنضبط للمعايير الدولية، وكذلك مجموعة من التحفيزات فيما يخص التجهيزات وفيما يخص المحيط ديال العمل ديال الباحث عموما، اللي درت فيه مجموعة ديال المجهودات بطريقة متواترة ومستمرة، اللي مكنات باش المختبرات الجديدة التي صادق عليها مجلس الجامعة وفرق البحث اليوم نقدروا نقولوا بأنها عندها ظروف أكثر جاذبية فيما كيخص العمل ديال الباحث وديال الأستاذ الباحث والطالب الباحث يوميا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.